أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا في مواسم الخير وقصر هذا الشهر شهر رمضان بالفضل والتشريف والبركات، وحب فيه على عمل الطاعات والإمكان من القربات. أحمده سبحانه على نعمه الوافرة وأشكره على آلائه المتفكرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، أفضل من صام وأشرف من تهجد وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أكبر الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تأخر النزول والبلاء. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على ما هي عليكم من المناسبة العظيمة التي تسكن الإيمان في القلوب وتحرك المشاعر الميارة في النفوس وتزيد في الطاعات وتطيب مكان الشر في المجتمعات وتعطي المسلمين دروسا في الوحدة والجفاء والتضامن والصفاء والبر والصلة والحناء والطهر والخير واللقاء والصبر والشجاعة والإناء، إنها منكر عزم وهم الأمين وحصن حسين للطائعين وفرصة لا تعوض للمذنبين المقربين ليجددوا التوبة بذنوبهم التوبة من ذنوبهم ويصبروا صفحة جديدة بيضاء ناسعة في حياتهم مفعمة في فضائل الأعمال ومحاسن الفعال ومكان المكان. أيها الإخوة الكرام، في شهر رمضان مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات ومغفرة الذنوب والسيئات، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. من صابه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، كما صح لذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. اخوه الاسلام، فرحة كبرى تعيشها الأمة الإسلامية هذه الأيام، فهذه إذا دورة جديدة من دورات الفلك، تمر الأيام وتمضي الشهور ويجد بنا هذا الموسم الكريم الكريم وهذا الشهر العظيم، هذا الوافد الحليم والضيف الكريم العزيز، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة لما له من الخصائص والبدايا وبما أعطيت فيه هذه الأمة من الهبات والعطايا وخصت فيه من الكرامات والهدايا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسكرت الشياطين. في رمضان هذه دورة الإيمان تهجد وتراويح وذكر وتسبيح، في رمضان تلاوة وصلوات وجود وصدقات وأذكار ودعوات. يا معشر المسلمين، إذا كان الأفراد والأمم المحتاجين إلى فترات من الصفاء والراحة لتجديد معالم الإيمان وإصلاح ما قصد للأحوال وعلاج ما احتج بالأقوى، فإن شهر رمضان المبارك هو الفترة الروحية التي تجد فيها هذه الأمة فرصة لإصلاح الأوساط، يجد فيها هذه الأمة فرصة لإصلاح أوضاعها ومراجعة تاريخها وإعادة مجدها، إنه محطة لتأدية والأرضية والكلفية. معاشر المسلمين، يا إخوة الإيمان، نتفضل إليها الأفراد والمجتمعات المسلمة، إنه مدرسة لتجديد الإيمان وتحديد الأخلاق وشحن الأرواح
وإصلاح النفوس وضبط الغرائز وقبضه في معه الشهوات بسيار تقطيب للشهوات وامتسال لأرض الله والطهر للهوى وتقوى للجهاد وتهيئة المسلم لمواقفه التقطيبية والفداء والشهادة كما أن به تتحقق الوحدة والمحبة والإخاء والعنفة به يشعر المسلم بشعور المبتدئين ويحس بجود الدائعين الصيام والقتل للبذل والجود والصلة وهو حبا معين الأخلاق وراكب الرحمة وانسابا حقا صفت سرعه ورقى قلبه وسلحت نفسه وجاحت مشاعره ولانت عريفته وما اجدر الامه الاهليه اليوم ان تقوم بدورها وتحاسب نفسها عند كل هذا الشهر الكريم وما احولها لاستخدام تلك الانسياب والكفاله للمعطيات والنهر بالمحيم ثمراته وخيراته اخوان الاسلام ان استقبالنا لرمضان يجب ان يكون اولا بالحمد والشكر على الله عز وجل لله عز وجل والبر والاعتبار بهذا الموسم العظيم والتوبه والانابه من جميع الذنوب والمعاصي كما يجب الخروج من المغارب ورد الحقوق الى اصحابها والعمل على استثمار اياته ولياليه فلاحا واصلاحا وبهذا الشعور والاحساس تتحقق الامان وتستعين الافراد والمجتمعات كرامتها اما يدخل رمضان ويرى بعض الناس تقريبا موروثا والعياذ بالله وذلك انحطاح الذي وعبر الشياطين له عواقب وخيمه على الفرد والمجتمع اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الذي لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا اخوه الايمان لقد جهل اقوام حديثه الصيام وقصروا على الانسان عن الطعام والشراب فترى بعضهم اين انفسه بالاطلاق لسانه والوقوع في الغيبه والنميمه والبهتان والاولى بعقل والاذان الحضر والعنان لتقعه الذنوب والعنان وقد اخرج البخاري رضي الله تعالى عنه فمن يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه بان يدع الطعام والشراب ولله درب الطاعه اذا لم يكن في السمع من تساوله اذا لم يكن في السمع مني تساول وفي بصري كف وفي ظلفتي فتحدي اذا من صوم يدعك لكن كل مني صاحب يوم da alheri da haƙuri da
kuma ainihin abin da tsayuwar ta kafin tabbatar da fuskantar shi ɗanci shi na da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadana wata mashaya ce ta ruwa mai tsananin daɗi, wata ainihin ajiyar wasan shinge ne wanda suke amintacce da masu ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Dama ce chans da ainihin zai zama masu ainihin zunubi waɗanda suke wuce gora da iri sun masaniya abin da suke kai domin tattara tubarsu a ƙarshe da tubarsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sake sabon ainihin abin da shafi su buɗe sabon shafi wato shafi wanda shi ke mai haske na ainihin abin da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin rayuwa ta wanda ke cike da falala na ayyuka iri daban-daban da kyawawan ayyuka da ainihin wato dabi'uwa da su ke kyawawa yan uwa su ne wata ramada wata ne ya rubaliya sa ta bakon ayyuka wanda su ke kyawa. Kuma Allah ya tilita maka sa ta bakon ayyuka wanda su ke wata ne ta fuskantar daraja. Ina masu neman ɗaukaka ga wata neman ɗaukaka yana zuwa wanda ga ainihin neman gafara. Wannan gafar ta zunubai da miyagun ayyuka da yawanwa waɗanda suka aikata zunubai da miyagun ayyuka a cikin rayuwarsu ga watan Ramadana lokacin da za ka kankare maka a cikin shi ake buɗe ƙofofin aljanna saboda waɗanda ke yawaita ayyukan alheri a cikin shi a cikin wannan wata Allah madaukaki ke yin baiwa bisa a kunkulle ƙofofin wuta a ainihin tabirbe shi da su a ɗaure su domin kada su samu ainihin nasara ya dogara al'umma da ba ta wasu ainihin abin lokaci ya kuwa su ne kamar yadda ya gwada cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na ainihin Abu Huraira wanda ba a cikin Bukhari da Muslim ya tabbata annabi rahama as-sadiqul maslum da gaskiya da gaskatawa ya fara wannan al'umma ta shi cewa wal sama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya yadda ya tsaya ya dage ya tsarkace ya azurci wata ramadana yana da imani cewa Allah madaukaki ya haɗa mishi wata ashiri yana da imani da akhiran da Allah madaukaki ya haɓaka a cikin wannan wata gurfira da hu ma ta kakkaba min dambi ana gama azurin duk abin da ya kamata wasu su bar shi an gafarta mishi don girman Allah ya kuwa mishi mai wannan wata ya kamata mai wasa a kan shi ya kamata mai wasa a cikin shi bari da azumi wanda bai jawo duk sulbata a kan kare maka fito ne mutu zuwa shi su kai fito ne mutu da zan da muke da su a kawunan sulbar wasu mutane wasu ba mu sani ba amma gaba ɗaya da Allah ya yi mana baiwa ya sa mu ga azumci maka ba da an gafarta mana akwai sallar tarawihi akwai sallar tahajjud annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da wani a cikin hadisin Abu Huraira ne cewa wannan hadisin Bukhari da Muslim sun rawaito a yau zaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya tsayi yayi baiwar dare a cikin watan ramadana wanda ke da komai ɗaya rubuta wannan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa ya gafarta musu ma ta kaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar abin da ya gabatar da su ruban shi gaba da abin da wannan Allah da kai kurbai da lafiya sai ya sa an dawo shi abu ya ce ina ya ci gaba da rawa wadannan ramadan da ake na ramadan to ina kai dan uwa miskini muslimi baka san makomar gaba ba a ce an gafarta maka ba hudu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya tabbatar da ya yarda da su tun daga duniya an yi wa wasu bishara yan da dadare amma suna tashi tare da annabi da sauran ainihin musulmai suna tsayuwa a cikin wannan dare ba sai ka siya ta rauko da kwana ɗaya ina ma za ka daure kai ma dan uwa ka jibe ka yi tattali ka san bala'in da za a yi Allah ya so sai ka raya waɗannan gabaɗe da tarawihi da tahajjud da sadaka da addu'a da wallahi billahi da kai kan da kuma mamaki da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah bai yi kaniya Allah bai kaniya kawai Allah sai ka farta maka zulubanka duka abin da ya zama ku da zulubai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari a cikin wannan hadis sahihi ne ko ba wannan abin farin ciki da girman bayani wanda ta hanyar da Allah ya so ya yarda al'ummar musulunci za ta shige su nan gaba ta
Allah say I'm going to give you a
هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم بشرنا رمضان، اللهم بشرنا رمضان، اللهم بشرنا رمضان. اللهم اعطنا في نفوسنا تقواها وزكها عنك خير وزكاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين واصفر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعصم انا ديننا التجربه وعصمه عملنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. ربنا عليك توكلنا واتبعنا وانت نصير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا الى سلامتك يرحمكم.